السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مرة تانية في برنامج كل يوم كتاب، البرنامج اللي بنتكلم فيه عن كتب مشروع القرآن المعامل وأكاديمية المتدبر الصغير. النهاردة معانا كتاب مهم جدا جدا تقتنيه قبل رمضان، ومهم جدا إن أنت تقرأه قبل رمضان. ليه بقى؟ لأن في شرح لعبادة مهمة جدا للأسف إحنا كلنا أغفلناها من زمان، عبادة التدبر. يا ترى إيه التدبر؟ الكتاب اسمه تيسير التدبر، ومن اسمه كده تيسير يعني تسهيل يعني تقريب، بس هو اكيد ما هيبقاش تسطيح للتدبر، ولا هيبقى يعني تيسير بمعنى تعسير. اكيد هو الهدف منه ان احنا نبسط التدبر ونوصله بشكل عملي، لانه عادي جدا ممكن تلاقي بعض العلماء اللي عرف التدبر ان هو التذكر او اللي هو الاتعاظ او اللي هو التفكر، بس الحقيقة احنا اللي يهمنا عايزين نعرف نعمله ازاي. انت لما قالوا لك صلي اتعلمت تصلي ازاي؟ عرفت الصلاة من التسليم، من التكبير للتسليم، عرفت ازاي تستقبل القبلة، عرفت تحط ايدك فين، اليمين على الشمال، عرفت ترفع ايدك في حذا كتفك او حذا ودانك، الحاجات دي كلها خدت تفاصيلها. طب اشمعنى التدبر وهو عبادة ومفروضة على المسلمين انت ما تعرفش تتعمل ازاي؟ يعني اشمعنى التدبر مع ان ربنا امرنا؟ ده يا رب ده ربنا مش امر المسلمين بس بالتدبر، ده ربنا امر الناس كلها بالتدبر، امر حتى الكفار، قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب ايه؟ اقفالها. اللي خلى امر الكفار مأمورين به فالمسلمين من باب اولى. يبقى انت بتتدبر القرآن؟ لا. طب يا ترى مشروعية التدبر ده، هو التدبر ده سنة يعني مستحب ولا فرض واجب؟ ولو هو فرض، هل هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة ولا فرض كفاية؟ يعني لو مثلا العلماء بتوع المسلمين عملوه خلاص يبقى يسقط عن الباقيين، هل انا ممكن الشيخ يتدبر لي؟ كلام دي كل دي اسئلة اجابتها هتلاقيها في الكتاب. في الحقيقة في اللي قال ان التدبر ده هو فهم القرآن، ان انا افهمه يبقى تدبرت القرآن. لا، لان ربنا اصلا عاب على المنافقين وقال ان هم يقولون طاعة، يعني بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يأمرهم بأمر بيقولوا ان احنا خلاص سمعنا وأطعنا، وهم اصلا ايه يبيتوا قولا غير الذي ايه قيل، هم مش ناويين يستجيبوا ولا حاجة. طيب وبعد كده بيقول ايه ان المشكلة عندهم كانت فين؟ كانت في التدبر. اذا هل هم ما فهموش؟ لا هم فهموا. اذا المشكلة يبقى التدبر مش الفهم، اذا التدبر مش الفهم. طب التدبر هو معرفة اللطائف والنكات والكلمات بقى، ليه ربنا قال ليبلوكم ايكم احسن عمل، ما قالش ليبلوكم ايكم يحسن العمل؟ ايش معنى اختار دي؟ لا دي حاجة ما يعرفهاش غير المتخصصين، لا والا ساعتها يبقى التدبر مش مفروض على كل المسلمين، بس ربنا فرض التدبر على كل المسلمين. فهو في مبحث ظريف جدا ولطيف يعرفنا ايه هو التدبر ومشروعيته، والنقطة المهمة جدا بقى انا بعمل التدبر بايه؟ يعني الصلاة بنعملها بالجوارح وبالقلب في الخشوع. طيب الصدقة بحط ايدي في جيبي واطلع وادي للشخص الفقير بعملها بايدي. التدبر بقى بيتعمل بايه؟ ما هو عبادة، بيتعمل بايه؟ يا ترى بالعقل ولا بالقلب؟ في مبحث يعني غاية في الأهمية ولطيف جدا بيكلمنا عن الفرق ما بين العقل والقلب والنفس والروح، عن المملكة البشرية إن صح التعبير. ده مهم جدا. وفي الثيولوجيا العمل ازاي احنا بنعمل، يعني ليه لما حد بيأمرني بعمل ولما حد تاني يأمرني ما بعملش، ايه الدوافع اللي بتقرى العمل؟ كل ده موجود في كتاب تيسير التدبر. بعد كده الكتاب بياخدنا في رحلة لمواقف تدبرية للنبي صلى الله عليه وسلم، مواقف كتير، لان خد بالك والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش التدبر هو 1 2 3 4. طب هنعرفه منين؟ هنجيب مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم وهنقول ان هي مواقف تدبرية بدلائل، يعني دي النبي تدبر فيها، وبعد كده نفصل ايه اللي حصل بالظبط والنبي عمله علشان كده نحطه في الايه في التدبر. يعني مثلا من المواقف هتبقى الاسقاط، يعني انك انت تسقط الوصيه على ايه على نفسك، زي مثلا الموقف اللي حصل ما بين سيدنا ابو بكر وعمر لما وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما خرجوا جوعه، وبعد كده واحد من الصحابه استضافهم واداهم لحم وماء وتمر، فقال هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه، كأنه بأسقط أي آية عليه، ثم لتسألون يومئذ إيه عن النعيم. إذن هياخد منها أن إسقاط الآية على النفس وعلى الغير
ده جزء من التدبر وهكذا. فمواقف تدبرية الكتاب ده هو كتاب حجما اكبر شويه من الكتب السابقه، الا انه هيفرق مع حضرتك جدا في ان انت تعرف يعني ايه تدبر، وتقدر فعلا تبتدي تمارس التدبر بممارسه عمليه ممنهجه وانت مطمن لان في اصل شرعي لكل كلمه موجوده في الكتاب. ان شاء الله اشوفكم بكره مع كتاب جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.